مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الأسرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، وهو استخدامات الليزر في علاج أمراض العيون. يسعدنا أننا نستضيف عالم من أعلام طب وجراحة العيون، دكتور أحمد خطاب، استشاري طب وجراحة العيون، للحديث عن استخدامات الليزر في علاج أمراض العيون. وهنتعرف الكثير من التساؤلات اللي تهم كمان تلقي واستقبال استفساراتكم على تليفونات الحلقة. بداية دعوني أرحب بضيف الحلقة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. هنتكلم عن موضوع استخدامات الليزر، وهو موضوع في غاية الأهمية وبيهم كثير من السادة المشاهدين، وتلقينا الكثير من الطلبات بمناقشة يعني كيفية العلاج بالليزر، وهل له آثار جانبية ولا لأ، وهل هو مكلف ولا مش مكلف، والفرق بينه وبين الليزك، وكثير من الأسئلة اللي هنطرحها من خلال الحلقة النهاردة مع حضرتك، وطبعا حضرتك هتسعدنا بالإجابة عليها. بداية حضرتك، قبل ما ندخل ونبحر في موضوع استخدامات الليزر، نحب نتعرف على مفهوم مبسط للليزر. هو حركة الليزر هو عبارة عن هو الضوء، برضو الضوء اللي هو اللي مصدره الأساسي عندنا والطبيعي هو الشمس، لكن الليزر هو ضوء بيتم معالجته بطريقة معينة بحيث يصبح قوته جامدة ويحدث تأثير في الأنسجة بقى بالنسبة للناحية العلاجية أو للاستخدامات غير الطبية، ودي برضو موجودة للشعاع الليزر. يعني هو كلمة ليزر هي الحرف الأولاني من جملة كده من خمس كلمات أجنبية، يعني أولهم L دي يعني اللايت اللي هو الضوء، تانيهم A اللي هي الامبليفيكيشن، يعني امبليفاي، احنا عارفين الامبليفاي يعني يكبر قوي، فهو ضوء قوته مكبرة عشان يحدث تأثيره. ده بالنسبة لمفهوم الليزر. يعني إذن هو كلمة مختصرة، هو عبارة عن يعني كل حرف بيرمز لكلمة معينة، لكلمة محددة، يعني اللي هو light amplification زي ما قلنا، تكبير للضوء دوت باستخدام بقى اللي هو by stimulated emission of radiation، يعني بطرق معينة كده، عبارة عن أنبوب تم اختراعه. الأنبوب دوت جواه مادة، وفي الغالب نوع الليزر برضو بيسمى بالمادة اللي موجودة جوه أنبوب الليزر، وبيها بنقدر ايه نحضر الموجات بتاعت الليزر دي. من امتى بدأ يا دكتور استخدام الليزر في علاج امراض العيون، وليه بيستخدم؟ هو يعني تقريبا يعني عالميا، يعني هو اول حاجة في الطب استخدم هو في العيون فعلا زي ما حضرتك بتقول. وبعدين هو في العيون ليه؟ لانه العين انسجتها شفافة، فلما انا اقدر ارمي شعاع ضوء اللي هو الليزر بقى اللي هو الضوء المتحضر بطريقة معينة دي، لما انا اقدر ارميه جوه العين هيجيب تاثير، يعني هيخش يخترق الانسجه الشفافه دي ويحدث تاثيره مثلا في علاج شبكيه او كلام من. انما بالنسبه للاعضاء التانية، هم حتى التخصصات التانية يعني حصل لهم برضو نوع من الغيره، قالوا يعني انت كله حاجه الليزر ليزر، طب ما احنا نعمل ازاي ده بالليزر وكلام. بس هم ليهم ايه حته الـ اهم حاجه لازم يكون في رؤيه للنسيج اللي هيتعالج بالليزر. يعني مش الليزر لا يستخدم لجميع الامراض وجميع الانسجه والالياف، مش كل الانسجه، لكن مثلا في مثلا دكاتره الانف والاذن برضو بقى مبارعين في ان هو بيقدر يشوف الحنجره مثلا لو فيها حاجه معينه ممكن يعالجها بالليزر، يقدر يعالج بعض امراض الحنجره اللي هو شايفها بعينيه من خلال اللي هو المنظار بتاعهم، منظار حنجري يستخدمه، يقدر يوجه شعاع الليزر ويعالج بيه امراض معينه عنده. ففي بعض التخصصات التانية بتقدر برضو تستخدم الليزر، إنما الأساس هو بدايته كان مع العيون، كان سنة في بداية الستينات. بداية الستينات بالظبط كده. وما زال هناك تطوير في استخدام الليزر في العلاجات المختلفة، وده بيخلينا أو يقودنا إلى تساؤل آخر، وهو زي ما حقبت أمراض الأنف والأذن، إذن ده بيتوقف على أنواع الليزر المختلفة. بالظبط. فحضرتك ادينا فكرة عن أنواع الليزر. انواع الليزر، هو يعني الليزر له ثلاث تاثيرات او اربع تاثيرات فعليا دلوقتي بالنوع اللي هو الجديد اللي هو الفيمتو سكند ليزر، اللي هو بيسمى اختصارا بالفيمتو ليزر. بقوا اربع تاثيرات عامه للانسجه العين، يعني
حضرتك بالنسبة يعني حقيقة فيزيائية ان كلما ده كان مرتبط النوع الاخير مرتبط باختراع العالم دكتور احمد زويل، بالظبط دكتور احمد زويل الله يرحمه، وده اللي عمل نقلة في عالم بالظبط بقى ليه العلم والطب. تطبيقات هايلة جدا، اللي هو الفيمتو سكند ليزر دوت، ده حاجة دخلت مش من بعيد يعني من حوالي 6 7 سنين كده، بدأت يبقى ليها استخدامات ممتازة جدا، يعني هي تبقى بديلة للمشرط الجراحي، بديل للمشرط. بديل للمشرط. فاحنا عندنا انواع الليزر، كلما احنا زي ما قلنا في يعني الحقيقه الفيزيائيه دي، كلما كان التردد بتاع موجات الضوء والليزر يعني تردد عالي، يبقى تشتغل على سطح، على السطح من بره، كلما كان ترددها منخفض اكتر، يبقى عندها قدره ان هي تخترق الانسجه لمرحله اكبر شويه. مثلا يعني التأثيرات الأساسية للليزر، ان هو مثلا لو خدناه من بره مثلا، ان هو مثلا ايه تصحيح الإبصار، بان هو يبخر أنسجة من القرنية او يعيد تشكيل القرنية دي، بحيث ان القرنية دي هي اقوى عدسة في العين، فاحنا ممكن بإعادة تشكيلها نقدر نغير العيوب الإبصار اللي موجودة. لو مثلا حد عنده قصر نظر، نقدر نعدله من شكل القرنية دي، بحيث ان هو يروح من عنده درجات قصر النظر.